تقطعت سبل السؤال بهذه المرأة السبعينية لتعرف مصير أبنائها بعد وقوع قريتهم بمرمى مدفعية الجيش الإيراني. المئات من العوائل الكردية لم يعد باستطاعتها الوصول إلى قراها على الحدود العراقية الإيرانية بسبب القصف المتواصل منذ أسابيع، والذي طال 7 قرى تابعة للسليمانية وبضع قرى ضمن محافظة أربيل. سني قرية حدودية تابعة لقضاء بشدر بمحافظة السليمانية هي من أكثر القرى الحدودية تضررا بسبب القصف. كانت قبل أيام تعج بحركة مواطنيها الذين يصل تعدادهم إلى 750 نسمة، الكل نزح منها سوى مواطن يدعى الحاج علي. انظر ماذا حل بمنزلي، ادخل لهذه الغرفة التي سقط فيها الصاروخ الذي يسمى النمساوي، لقد خربوا البيت، انظر لهذا الباب، لا أقدر أن أغلقه بسبب الشظايا التي دخلت من خلاله. الرجل يستغرب لأمر حكومة لا تقدر على أن تمنع الأذى عن مواطنيها كما كانت تفعل الحكومات السابقة. في زمن صدام حسين كان الإيرانيون يخافون أن يقصفوننا، في ذلك الوقت كانت الحكومة موجودة واليوم أيضا موجودة، فلماذا يقصفوننا؟ ألا تقدر أن تمنعهم من هذه الأفعال؟ نحن نطالبهم ونطالب حكومة الإقليم أن يجدوا لنا حلا ويعوضنا ما خسرناه. بالتأكيد قصف عشوائي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على القرى الحدودية لإقليم كردستان، لأن القرى التي ضرب وقع به خسائر. نطالب من الحكومة العراقية بتدخل في الموضوع، لأن قبل ما قصف حدود إقليم كردستان هو انتهاك لسيادة الحكومة العراقية. لكل مواطن هنا قصة وأكثر مع القصف ومع المحاصيل التي يزرعونها ويتخلون عن جمعها هاربين من القذائف، كذلك المواشي التي تنفق ولا مكان يحويها. والله حتى بالزرسيج الأمن ليرتو أكثر من 20 أو 30 مرة قصفوا قريتنا، وقبل 3 أشهر نزحنا إلى هذه القرية من وراء القصف ولحقوا بنا هنا أيضا وقصفوا هذه القرية أيضا. لم نعرف طعم السعادة في حياتنا، فشاهد ما حل بنا. صور المرأة العجوز القلقة ومن معها من نازحين شردهم القصف الإيراني هنا وهناك رسالة بليغة المعاني والتفاصيل، وتحمل سؤالا لبغداد ولأربيل معا: لما كل هذا الصمت والتعامل ببرودة مع الاعتداءات الإيرانية؟ أليس هناك من سبيل لوقوف القصف؟ أهو ضعف إزاء الجارة القوية أم إنه نوع من التواطؤ كما تلمح أطراف كردية معارضة؟ ميلاد سامي، السومرية، أربيل.